كافيين معكم بفقرة خاصة بالمجوهرات وأيضا الجمال، لأنه مثل ما بنعرف المجوهرات هيك بتضيف لنا جمال على إطلالتنا. وكيف إذا نحن اليوم مقدمين من ماركت فيور بلو مجموعة خاصة مستوحات من هيك أيقونة الجمال وأيقونة المجوهرات بهوليوود وأيضا بالعالم كله، وهي هيك الممثلة الشهيرة إليزابيث تايلر. إليزابيث تايلر اللي هيك استوحينا منها أحلى مجموعة واخترنا لكم إياها وحبينا نقدمها اليوم، هالمجموعة اللي بتتألف من العقد والحلق، قطعتين روعة إلهم تاريخ، نعمل عنهم أفلام ونحكى عنهم بأشهر هيك دور الخاصة بالمجوهرات. لنتعرف عن قصة هالمجوهرات وأيضا نتعرف أكثر عن أيقونة الجمال إليزابيث تايلر. خلينا نشوف هيدا التقرير سوا ونرجع لكم. تحتل النجمة العالمية الراحلة إليزابيث تايلر مكاناً مميزاً في تاريخ السينما العالمية لم تصل له الكثيرات، وظلت حتى وفاتها تلقب بقطة هوليوود المدللة. من الجمل الشهيرة التي قالتها النجمة أنها عاشت ثلاثة قصص من العشق، أما قصة الحب الأخيرة فهي عشقها للمجوهرات، وهو العشق الذي لازمها طوال حياتها. فلم تظهر تايلر في أي مناسبة دون أن تجمل عنقها أو أذنيها بقطع ماسية وأحجار نادرة الجمال والروعة. المجموعة التي نقدمها اليوم مستوحاة من أجمل عقد حصلت عليه إليزابيث تايلر كهدية من زوجها ريتشارد بيرتون، وهو عبارة عن عقد من الألماس يتوسطه قطعة ألماس تعتبر من أكبر قطع الألماس الموجودة في العالم، والتي تزن 69.42 قيراط، والتي تزينت به في أكثر من إطلالة، وأشهرها الحفل 42 لتوزيع جوائز الأوسكار عام 1970. تألقي بإطلالة ساحرة وكوني النجمة والفت الأنظار بارتدائك مجموعة العقد والحلق من ماركت فيور بلو المستوحاة من أيقونة الجمال العالمية إليزابيث تايلر. إذن مثل ما شفتوا مجموعة روعة، يعني عم نقدم لكم أجمل مجوهرات اللي حصلت عليها إليزابيث تايلر، ولكن بسعر هالمرة جدا تنافسي. إذا حابين تحصلوا على هالمجموعة عم نقدم لكم نحن المجموعة اليوم، وهي عبارة عن قطعتين عم نشوفهم هلأ على الشاشة، وأيضا هيك قطعة العقد وأيضا الحلق. رقم المجموعة هو 507200، جايكم ضمن فرصة الأسبوع بسعر 106 دولار بس. مجموعة ولا أحلى من هيك، مثل ما شفنا بالتقرير هيدي المجوهرة أو هي طبعا قطعة الألماس هي انهدت لإلها، وعلى أساسها أشهر دور هيك المجوهرات صممت لها هيدا العقد. عقد ولا أحلى من هيك، وأيضا الحلق ولا أحلى من هيك، لكن سعرهم أحلى وأحلى، لأنه مقدمين لكم إياه اليوم بسعر جدا تنافسي ضمن فرصة الأسبوع 106 دولار. هالقطعتين لازم تعرفوا تفاصيل أكثر عنهم. كرمال هيك رح نحكي أكثر بالتفاصيل عن العقد الموجود بالأول اللي موجود جنبي هون. مثل ما حكينا بهيدا التقرير ومثل ما هو معروف ومشهور، هو شايفين هي قطعة الألماس الموجودة معنا، قطعة ولا أحلى، تقطيعتها هي تقطيعة الألماس. إذا عم نشوف هيك كيف ما لفيناها بتعطي اللمعة والرصفة اللي تماما هي نفس التقطيعة اللي بيعملوا فيها الألماس. الحلو بالعقد كلياته إذا عم نشوفه من هون من عند طبعا قطعة الكريستال وأيضا لفوق وحتى لنهايته، هن تماما هيدول تقريبا 160 حجرة من الزيركون، ومو أي زيركون، هيدا الزيركون اللي عم نشوفه اللي داير من دار العقد هو زيركون اللي هو تريبل أي، الزيركون الأمريكي، أفخم أنواع الزيركون اللي عم نقدمها عم نشوفه داير من دار العقد
قطع كتير حلوة، طبعا مشغولة بطريقة جدا عالية. أيضا هو مطلي بثلاث طبقات من الذهب الأبيض، يعني عم نشوف هون طبعا الزيركون، ولكن من تحت هلأ لما أقلب الكونية لورا هو مطلي بثلاث طبقات، مو بطبقة واحدة، من طبعا الذهب الأبيض عيار 18 قيراط، هذا ليعطي جودة عالية وما بيتغير أبدا أبدا اللون تبعه. إذا عم نشوفه هيك من الخلف منشان تشوفوا كيف هو مطلي بالذهب، منه مطلي يعني مو منه فضة، هو مطلي بذهب. عم نشوف طبعا هالرصفة حتى من الخلف الحجرة قديه لمعتها كتير حلوة مثل طبعا لمعة الزيركون. إذا عم نشوف هاي القطعة اللي كتير 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 حلوة عن جد، ولا أحلى من هيك. كمان بدي أرجع أذكر مرة تانية إنه هي من أفخر أنواع الزيركون تريبل أي الأمريكي الفاخر. طبعا بالتناسق مع هيدا العقد الروعة حنحكي عن الحلق. الحلق طبعا كمان عم نشوف هن عبارة عن حجرين، هالحجرين نفس تصميم العقد، عم نشوف لمعتهم كتير حلوة، مستخدم فيهم نفس نوع الذهب والزيركون، وهو الذهب مطلي ثلاث طبقات من الذهب عيار 18 قيراط. أيضا عم نشوف هون الزيركون المستخدم أفخر أنواع الزيركون وهو تريبل أي الأمريكي. إذا عم نطلع لفوق شوي هون عم نشوف طبعا نحن هي مثل نبتة الحظ اللي هي بتجيب كتير من الحظ والحب. أيضا عم نشوف تفاصيلها أكثر هلأ على الشاشة. شو هي هيدي النبتة؟ عم نشوف الصورة كيف هي تماما مقصوصة بقصة هيدي النبتة واللي هي تسمى لاكي كلوفر، اللي هي هيك النبتة اللي بتعطي الحظ. وكتير طبعا من الماركات الشهيرة للمجوهرات بتتبع هيدا الشيب لتجيب الحظ وأيضا الحب للسيد اللي بترتديها. إذا مجموعتين ما في أحلى من هيك. خلينا نشوف الإطلالة الأولى لهي المجوهرات على نيلما. عم نشوف هلأ الإطلالة قدي إطلالة ساحرة، إطلالة رومانسية، إطلالة فخمة جدا، بتناسب أحلى سهرة تنعزمي عليها، بتناسب حتى إذا كان عندك عرس أو حتى كان زواجك، حفل زواج أو حفل خطبة أو حنة أو هدية قيمة جدا تحصلوا عليها. هيدا العقد عم نشوف نحن طبعا قطعة الألماس نفسها لما انباعت بالتقرير كان سعرها لما انشرى بالستينات كان سعرها $1,000,000 القطعة الأصلية. نحن عم نقدم لكم إياها اليوم المجموعة مع الحلقة اللي عم نشوفه هون بسعر $106 بس. يعني استغلوا هالفرصة وحصلوا على إطلالة نيلما الساحرة، وأيضا اللي كتير كتير هيك عاطية رقي وتميز، وأيضا قصتها كتير حلوة للألماسة، وأيضا الزيركون كله المرصع بالحلقة وأيضا بالعقد كله من الزيركون أعلى أو أفخم أنواع الزيركون وهو تريبل أي الأمريكي. كمان هلأ عم نشوف إطلالة تانية، إطلالة شوي عربية على نيلما، لابسة هي العباية أو الجلابية السودة دانتيل، كمان إطلالة ساحرة. يعني الوصف والحكي بيسكت لما نشوف نحن هيك عجد إطلالة روعة مع التياب السود، كمان عاطية إطلالة مختلفة. القطع كتير حلوين مرصعين هيك كلهم جنب بعضهم بطريقة كتير حلوة. كمان برجع بذكر عدد طبعا الأحجار الزيركون الموجودة بها العقد هي 160 حجر من الزيركون عالي الجودة تريبل أي. كمان مطلي مرة تانية العقد والحلق بثلاث طبقات من الذهب الأبيض واللي هو عيار 18 قيراط، يعني جودة عالية ما حتروح ألوانها. طبعا مستوحاة من الفنانة الشهيرة وأيقونة الجمال والموضة العالمية اللي ما بتنتهي، وهي إليزابيث تايلر اللي اشتهرت بمجوهراتها. إذا حابة تحصلي على إطلالتها وإطلالة نيلما ففيكي تحصلي عليها من خلال مجموعة اللي عم نقدم لكم إياها من الماركة الإيطالية فيور بلو، وأيضا بسعر جدا تنافسي. حرجع أذكركم مرة تانية بالمجموعة اللي مقدمينها، عبارة عن عقد وحلق من ماركة فيور بلو واللي بتعني بالإيطالية الزهرة الزرقاء. عم نشوف هاللمعة والرصفة اللي كتير حلوة ولا أحلى من هيك، حبتحصل عليها بسعر كمان ولا أحلى من هيك $106 كرمال لتحصلي على هيدي الإطلالة الخاصة بإليزابيث تايلر بمجموعة إيطالية مصنعة بإيطاليا وأيضا بجودة جدا عالية، مثلي بثلاث طبقات من الذهب عيار 18 قيراط وأيضا لوك كتير كتير حلو. لستاتنا عم نشوفه على الشاشة، حصلوا عليه رقم المنتج 507200.